ليفربول الانجليزي، ليبزاج الالماني، الدور ابطال اوروبا تشامبيونز ليغ، وين شاهدنا كيفاش اليوم وين نقولوا باللي الشوط الاول اللي انتهى صفر لصفر ما بين زوج انديه ليفربول والنادي الالماني، شاهدنا كيفاش الشوط الثاني محمد صلاح وين يسجل الهدف الاول في الدقيقه 71، ماني في الدقيقه 74، يعني التاهل ليفربول نقولوا تاهل ليفربول وين كان الفوز كما نقولوا حنايا في كيما نقولوا الذهاب واياب، يعني ليفربول شان ليفربول 42% نسبه استحواذ، نادي الالماني 58% 537 ليبزاج بالتمريرات، 297 تمريره ليفربول، 42% نسبه استحواذ ليفربول شان كلوب وين دخل التشكيله 4-3-3، شان كيفاش يوليان المدرب تاع النادي الالماني 3-1-4-2 من اجل الاستدراك والعوده في النتيجه لكن بدون جدوى، شاهدنا كيفاش ليسون في الحراسه تاع ليفربول اللي لعب دور كبير، شاهدنا اندريو ترينارت، شاهدنا كيفاش فابيو، شاهدنا كيفاش جورجينيو، محمد صلاح، ماني، ديغو، يعني نقولوا بلي نبي كايتا اللي دخل في الشوط الثاني، شاهدنا كيفاش جيمس، يعني نقولوا بلي النادي الالماني اللي دخل بالحراسه بيتر، شاهدنا ديورتش، شاهدنا لوكاس، شاهدنا كيفن، تيلار، شنا ايمان، شنا مارسيل، داني، يوسف بولسين، يعني رغم ذلك وين شاهدنا كيفاش كانت المباراه، مباراه كانت رغم ان السيطره والاستحواذ كان من جانب النادي الالماني لكن ليفربول عرف كيفاش يستغل هفوات وترك المساحات، يعني خاصه امام محمد صلاح وماني وين عرفوا كيفاش يسجلوا اهداف تاعهم، شاهدنا كيفاش الشوط الاول اللي انتهى 0-0، الشوط الثاني محمد صلاح في الدقيقه 71، سايدو ماني في الدقيقه 74، هذه هي الدور 16 تاهل ليفربول، فوز ليفربول بهدفين لصفر امام نادي الالماني في الدور ابطال اوروبا. سعيد.